زينب المالكي. عسلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا. شكرا لكم ديما لاختيار اي اف ام لاستماعكم لمع الناس والمشاركتنا اخباركم يوميا، خاطر في البرنامج هذا انتم تكونوا صانعين الاخبار، تقدموا الشهادات نتاعكم يوميا وتكلمون على 58 550 707. اللي نتمناوه أن الأخبار اللي تجيبوها تحاول تكون جزء من التغيير زادة، وهذايا يحصل في برشة مرات. مرحبا بكم في حلقة اليوم، حلقة نهار 3 25 ماي 2021 من مع الناس. انتم تسمعوا في مع الناس مع زينب المالكي. البداية مع حادثة غريبة وغريبة جدا، فيديو يصدم الناس وهما يتفرجوا، كما صدم شهادة العيان اللي علقت على الفيديو. سيارة تخلي بنية صغيرة في الشارع وتمشي. شوية آخر تعرفوا التفاصيل، خليكم معنا. نواصلوا مع قضية كنا طرحناها نهار 11 ماي تتعلق بشبهات واتهامات تحرش. اليوم معنا حق الرد. في الجزء الثاني نمشي والتطاوين، 300 طالب يتحصلوا على صفر في الامتحانات في إزالة تطاوين، أحلاش على خاطر الحجر الصحي. في الختام، بلدية الكرم تطلب حق الرد للتوضيح بعد ما قاموا أعوان بلدية البارح بالقوة بغلق محل مواطن بلغ بحذانا لهنا في مع الناس على تجاوزات وعلى أكوام، سامحوني في الكلمة، زبلة، بلغ عليهم لهنا يلقى الحانوت متاعه مسكر. شو وراي بلدية الكرم تعرفوه في آخر حلقة اليوم مع الناس. في نشرة أخبار المواطنين أنت الصحافي، اطلبونا على 58 550 707. مرحبا بكم مرة أخرى. البداية الحقيقة مع حادثة غريبة وغريبة جدا، رواد مواقع التواصل الاجتماعي كيراو الفيديو يسمعوا في استغراب الناس اللي موجودين واللي حاضرين على المشهد هذا اللي انتم زادة نجموا تتبعوه على الباش فيسبوك راديو اي اف ام واي اف ام تي في. فيديو شفناها البارح في المروجة، تحديدا سيارة تتبع السلك الدبلوماسي اللي زاد حاجة أخرى حساسة جدا، فيها مرأة وراجل يخليه بنية عمرها عامين وحدها تبكي في الكياس. كانوا باش يغادروا قبل ما تتدخل شابة تونسية وتوثق الحادثة هذه بالفيديو وتقوم بكل الإجراءات اللازمة لإنقاذ البنية الصغيرة من عائلة حسب الشهادة متاحة تمثل اختر عليها. أنا للناس اللي ما شافتش الفيديو هاتوا نسمعوا أنا إكستري صغير ونرجع نكملوا في الموضوع هذا. نرمالي عليش خليك عليش صبر وكرم صبر وكرم نرمالة شنية نرمال خليها كيكة طفلة صغيرة في كيسة شنية اللي في بالك مريفة هذا الفيديو هذا الاكستري واللي تنجموا كما قلت تشوفوه على اي اف ام تي في على الباش فيسبوك راديو اي اف ام. زيد الحقيقة تسمعوا في الصدمة متاع اللي موجودين، بنية عمرها عامين وشهيدة العيان أنوار الخماسي موجودة بحذانا باش تحكي لنا تفاصيل هالحكاية ذي اللي عاشتها عشية البارح. يا أنوار أهلا وسهلا. عشيمة مرحبا. شكرا لك أنت أنوار اللي موجودة بحذانا لهنا في مع الناس. أنوار كيفاش الحكاية بالضبط، شنو اللي صار البارح في المروج؟ بيه انا خارجه نخدم في سوسيتي دو ريفريزون عاجله في المروج، خارجه من المروج كلام تقريبا نروحها مخر شوي على في باش يوصلني الدار اللي عندي والا باش نروح بيا كان ينجم عقب عشيه كيما نشوفوا في الفيديو. اي اكزاكتومون احنا تسمية ودي كرهبه من سيلي هذه كانت تاع سلك الدبلوماسي كيما تشوفوا فيها في الفيديو. تعدى من ورانا هكا وقفت قدامنا بعيده شويه، بيه ان فيت حب دار راجل هكي وقف الكرهبة هب دار مقدم حل الباب التاليني هب الطفلة الفاسون اللي هبتها دي منفيت كيفيش معناها هيزها حتى تحس اللي تم حاجة سبطاني تقول مرمال معناها كمان شو كيفيش توصف انت الطريقة اللي هبت بها البنية صغيرة من الكرهبة فيها عنف فيها غش فيها شنو هبتها بشوية فيها حاجة معناها هكا كتحس تم حاجة سبطة حسيت فما تنسيون من بعد ما قلت بالك شي هبطها جيت باش تعمل بيبي معناها نرمال موقف عادي يصير ديما كان مشي نحن مكملين ونتلفت انا نلقى طفله حفيانه وتبكي نزيد نركز شويه نلقى في الراجل ما وقفش معاها ما هكا جيت دار
ما هو من الباب التاني ده كان من الدوره نتاع الكهرباء وحل الباب القديم عاود ركب ومشي على روحه. خبرت انا اللي معايا ديريكت المام من غير ما نشعر هزيت التليفون وهبطنا نجري خاطر الطفله مشي للكيس راهي على حفل الكيس يعني اوتوماتيك مونجي الكهرباء تجي تضربها وعادي على الاخر. على اللي قدري وقاعدين نشوفوا الحقيقه في الفيديو اللي هو تروت وثنيه معبيه برشا بالكهرباء ماهيش باش تخلي صغير وحده على حفل الطريق. يعني فهمت هما قدموا هكا بعد علينا شويه احنا نجينا نصيح ونعيط وما راونا هما ذيك علاش وقفوا دايرين هكا سمع دوره وقدم الدورة بالضبط في الكوان فما قهوة. الرجال اللي في القهوة يقولوا سلك دبلوماسي انا من طارق كسر الكلمة وانت انتبهت شنو معناه سلك دبلوماسي. قاعدة نشوف الطفلة كيفاش تبكي وكها ومعناه مصدمة لتو مازالت مانيش مستوعبة الموضوع. بعد ما معناها وقفت الكرهبة حطت المرة هذه مرة المرأة تمشي بطريقة بدعة على الأخر ريت معناها كان جاي خلاف عائلي وإلا ما نعرفش أنا مش قاعدة نبرر لهم ولا حاجة مي كمان معناها تنجم تجي تجري ملهوفة عارفة روحها اللي هي عاملة حاجة جراف على الأخر تجي على أبسط حاجة تجي تجري معناها مهتمة معناتها أنت لاحظت اللي هي تقدم بلا مبالاة قاعدة تمشي ديجا هكا واضح معناها تمشي تشلك المرأة تمشي هكا بسياسة احنا نقولوا لها نرمال تخلي طفلك كيف ما شفت ان عصبي تلفت شويه قاعده نصيح فما بلاستيكي هي تحكي مع اللي معايا عطاها الطفله احنا نقولوا لها هيك خليتها على الكيس وتقول نعرف لكن عملنا حادث معناها نرمال على الاخر كيما تعمل حادث كيما تخلي طفله على الكيس باش تضربها كرهبة بالنسبه لها هي نفس الحاشين كيف كيف انا الاشخاص هذوكم جزء ما يعنيونيش انا توا اللي يهمني الطفله هي وين وشنو هي باش يصير لها. انوار اول حاجه خليني نقول لك شكرا اللي انت دخلت على خاطر الانسان يحس روحه معني وذلك كيفاش نفهموا الانسان انسان فلذلك شكرا ليك انت على الموقف نتاعك على خاطر مهما كان السبب ومهما كان الحاجه اللي خليت الاشخاص هذوما يحطوا بنيه على حافه الطريق في تروت عرضوا حياتها للخطر مهما كانت النية متاعهم في حد ذاته هذا إجرام. أنا نحب نعرف أنوار أنت سجلت الفيديو سجلت أرقام السيارة مشيت تشكيت شو عملت بالضبط؟ اي دخلت ما ملي هما مشيو خاطر قعدت نخزر معناها بالوجيك كيفاش صعبه الحكايه هما خليوها ومشيو معناها بعدوا صح مسافه ترا فيها الكرهبه ما بعدوا كمان يعني ما نساوش باش كانوا باش يرجعوا ولا حاجه معناها بعدوا انا قلت معناها اصبان هما خافوا كي راونا نصوروا فيهم ولا راوني نتيح ورجعوا فهمت ديريكت ما هزينا الفيديو للمركز مشكورين الاعوين وجي رئيس المركز زيدا مشينا وريناهم البلاصه قعدوا يدوروا في بالك شي راوها ولا حاجه واحنا رجعنا للمركز خذوا اقوالنا وقالوا لنا باش معناها نشوفوا الحكايه وين والكل روحنا على روحنا جيت هبطت الفيديو هذيك على الانترنت خاطر حبينا ولا كرهنا لحكيت لي كيف الحكايه قاعدين يصيروا في تونس من قبل مش من توا قبل ما كناش نحكيو عليهم اي مي توا ما نجموا نعملوا حتى شيء الا ان نثيروا الراي العام باش ينجموا يتحركوا. انوار مره اخرى شكرا لك اللي انت وثقت هذا بالفيديو شكرا لك اللي انت تبعت الخطوات القانونيه خاطر كيف ما قلنا مهما كانت العلاقه نتاع زوز اشخاص هذوما بالبنيه الصغيره هذيا انك تخليها على حافه الطريق وتمشي هو تعريض حياتها للخطر دونك يمكن الطفله في خطر واحنا نحكيو مع بعضنا توا نتمنى اللي نقعدوا نتابعوا في الموضوع هذايا وباش نقعدوا نتابعوه والنيابه العموميه ماذا بينا نعرفوا وين وصلت على خاطر الفيديو اللي هبطته انوار في العشيه في المروج خلى تونس كلها مصدومة الحقيقة تتفرج وانه كيفاش نجموا اشخاص يخليوا بنية عمرها عامين حفيان على قارعة لوتوروت وينجم يصير لها الف حاجة يقولوا الكهرباء قدمت ووقفت كيرات انوار والشخص اللي معاها يصوروا في الفيديو هذوما. على كل شكرا ليك مرة اخرى انوار على الشهادة متاعك وانك انت اتدخلت وما قلتش ما يعنينيش هذا مهم ومهم جدا شكرا لك مرة اخرى. احنا باش نواصلوا مع قضية اخرى اثرتها سيدة لهنا في مع الناس نهار 11 ماي تتعلق بشبهات واتهامات بالتحرش واليوم معنا حق الرد مع الناس. في القضية هذه تقول المتضررة انه تسبت في طردها من
مركز لتعليم الكبار في أريانا المربي عبير تقول وقت اللي كلمت معانا أنها تعرضت لمظلمة الطرف فيها متفقد التربية الاجتماعية في المركز اللي تبشر فيه عملها واتهمته بالتحرش والعنف وقدمت شكاية في الغرض حسب زيادة شهادة اللي قدمتها لهنا في البرنامج وهذا ما تسبب حسب أقوالها في اتخاذ قرار فصلها عن العمل بعد جملة من التضييقات. تفاصيل الأولى للاتهامات هذية سمعناهم من عند المربي عبير. اليوم مع حق الرد نسمع توضيح من عند السيد هشام بن عبد المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار. يقولوا لي مش هو اللي باش يدخل السيد محسن الوسلاتي مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الوطني لتعليم الكبار. سي محسن مرحبا بك. مرحبا بك مدام. شكرا لك اللي انت موجود بحثنا لهنا سي محسن. عايش. احنا اتصلت بينا العبير كلمتنا قالت لي هي قدمت شكاية على خاطر تعرضت للتحرش والهرسلة ووقت اللي مشيت شكيت تعرضت للرفض وتعتبر هذا مظلمة وحبت تثير هذا في الرأي العام. سي محسن مرحبا بك باش انت تتدخل وتوضح لنا الصورة كاملة حسب الرأي متاعك انت. بارك الله فيك مدام. فمني حب نقول أنه فمني السيدة عبيرة المربية هذه فمني تم التعاقد معها في 2017 و2018 لتأمين تدريس الأميين بمنطقة المنصورة من ولاية أريانا. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أنها تقدمت فمني إلى إدارة المركز الوطني لتعليم الكبار بتظلم من تصرفات السيد المتفقد تجاه اللي تتهم بمضايقتها وهرسلتها وذلك بتاريخ 9 فيفري 2021. وهذه قالت هنا قالت لي هي توجد في أول الأمر للإدارة قبل ما تهزتش المعطيات خطر هذه مهم جدا فهمني طبعا. حبيت نقول أنه كنت كمان أنا تقدمت بالتظلم متاعها للإدارة بتاريخ 9 فيفري 2021. ثم احنا فني بمراسلتنا للسيدة المنسقة الجهوية للتعليم الكبار بأريانا أفادتنا بتاريخ 17/2/2021 أنه على أثر زيارة ميدانية للمدرسة هذه خلال شهر جانفي 2019 تبين لها أن المعنية بالأمر تدرس في قاعة تفتقر لأبسط قواعد الصحة والنظافة وتم لفت نظرها وانتباهها إلى هذا الأمر. وبالتالي معنى أن التدريس زي في قاعة غير صحية غير معنى ليس له مبرر. ثم أن زيارة السيد المتفقد للمدرسة أثبتت أن الشيء لم يتغير في هذه الحالة وعند انطلاق السنة الدراسية 2019-2020 وأمام رفض السيدة مديرة المدرسة لتمكين السيدة عبير من مباشرة عملها إلى حدود منتصف شهر نوفمبر 2019 تمت مطالبتها بالبحث عن مقر آخر. هذه مهمة في لكنها تشبثت بالتدريس في نفس المدرسة. وبالنسبه للسنه معناتها جوست باش نفهمك سي محسن خاطر برشا كلام وما تعرف الامور ساعات تتعقد شويه. معناتها العبير تقدمت لكم انتوما بالشكايه من الناحيه الاداريه وهذه الحقيقه قالت لنا في التدخل نتاعها. انت تقولي اللي تمت مباشره الشكايه هذه المعاينه اللي مشينا شكون اللي رفض انه يمشي يقري في مدرسه اخرى؟ العبير رفضت هي اللي رفضت باش ما تدرس في مدرسه اخرى باعتبار انا فوني تقول لك انا فوني بنت المنطقه. اي لكن مثلا ما نعرفش سي محسن انا نسالك وانت قول لي ما كان صحيح ولا غلط. لكن واحد وقت يبدا يخدم في مكان ومنظم حياته على حاجه وكان صارت له هو مظلمه علاش هو اللي نقل؟ لا مش مظلمه. شو المظلمه؟ لا والا يا سيدي ما كان مش مظلمه لو كان هو عنده حاجه معناتها ماهيش مساعدته في سير العمل علاش هو اللي نقل؟ علاش ما نصلحوش اللي حاجه اللي ماهيش مواتيه سير العمل؟ ما فهمتش انا ما فهمتش السؤال. لكن سؤال سهل سي محسن. واحد يخدم في بلاصه فيها معناتها فيها حاجه تقنيه خلينا نقولوا في الخدمه اللي ماهيش مواتيه ولا ماهيش كيف ما يلزم لديك لاغي عبير علاش في عوض نصلحوها نقولوا لها برا صلح في بقعه اخرى؟ هي المدرسه اللي تدرس فيها الظروف العمل فيها غير معناها صحيه. اي في عود نصرح الظروف هذا سؤال يا سي محسن. منسقنا مع مديرة المدرسة لكن فهمني شيء ما تم وبالتالي فهمني بما انه ما تم حتى شيء شنو نعملوا؟ معناتها الحقيقة للبحث على مكان جديد للتدريس. هي هذه الحقيقة ماهيش نقطة حق الرد لكن انا بالحق تساؤل سي محسن وقت اللي نلقاو اللي فما مشكلة في بلاصة في عود نحلوا المشكلة نقولوا للعبد اللي لقى المشكلة برا حاول انت قريب في بقعة أخرى. الحقيقة ما فهمتش المنطق لكن مش مشكلة. هات نمشيو الحق الرد على الحكايه اللي قالتها عبير واثرت حكايه التحرش هذا تم فيها تحقيق اداري فما منها ما فما مش منها شيء الحكايه. التحرش هذا اللي ذكرته السيده عبير فهمتني هي ما ذكرته وقتاش بعد ما تم فهمني اصدار قرار فسخ العقد نتاعها. احنا في العريضه اللي توصلنا بها في تاريخ 9 فيفري 2021 فهمني احنا وقتها ما ذكرتش ولا شيء على الموضوع نتاع التحرش.
فهمتي مدام؟ فهمتك. معناتها في الوقت الاول ما ذكرتش حكايه التحرش. ايه. كان بعد ما تم معنا اصدار قرار فسخ العقد. فهمتي اللي هو تم في عندنا المعطيات وفي معناتها انت تشير اللي يمكن الشكايه تكون مفتعله على خاطر جاء القرار نتاع النقل نتاعها. هي معنا قلت لك معنا موضوع التحرش. انا بالنسبه نحن كاداره فهمني نعتبره مفتعل. على اساس انه فهمني هي كما قلت لك لم تذكر هذا فهمني الموضوع ضمن مراسلتها الاولى التي وجهتها موسم احسن. انا تسمح لي وبارك الله فيك نحب نشكرك اللي انت موجود وتجاوب في الاسئله هذه. راه احنا هدف نتاعنا انه نفهم ولا اكثر لا اقل. انت تعرف اللي في الحوادث هذه نتاع التحرش وغيره في المجتمع نتاعنا انه صعيب برشا على الضحايا انهم يتكلموا. التايمينج مش مهم الحقيقه، المهم وقت اللي فما شكون يثير حاجه كيف هناك يصير فيها التحقيق. هذه هي النقطه المهمه سي محسن. هذا صار ولا ما صارش؟ نعم هذا صار ولا ما صارش التحقيق في اقوال عبيد؟ معنا بعثنا للسيده المنسقه الجهويه اللي نتاعنا فهمني في اريانا وفتحت الموضوع وثبتت فيه وافدتنا انه فما حتى شيء في الموضوع هذا. باهي حسب الاقوال نتاع السيده المديره اللي هما ديجا في خلاف. باهي وبعد وين وصلت القضيه؟ تقول لي هي تردت وهذه مظلمه. انتم كيفاش تجاوبوا على هذا؟ قلت لكم بالنسبه اللي هي فهمني تم معنا القيام بزياره للمدرسه هذه فهمني عديد المرات فهمني لاحظنا فهمني انه فهمني غياب الدارسات وغيابها هي فهمني في حد ذاته فهمني في نفس الوقت، وبالتالي هذا يعتبر معنا خطا فادح والذي يستدعي فسخ العقد طبقا لمقتضيات الفصل السابع من العقد المبرم بين المركز بين الجهات معناتها بوغ دي غيزون دابسونتيزم معناتها هذا هو دابسونتيزم تاعها هي معناتها بدون سبب لا هي مريضه لا حتى شيء وغايب. يعطيك الصحة. على ذلك فهمني غياب الدارسات اذا كان شكون باش تدرس هي اذا كان مش موجوده الدارسين واضح وهي فهمني في العقد بين المركز وهي يقول انه فهمني هي ما تسعى باش تلقى المدرسين الدارسين بيتو. فهمت كيفاش مدام؟ واضح سي محسن وصلت. انا نحب نشكرك برشا اللي انت خذيت الوقت اللي كنت معانا واللي جاوبت على الاسئله نتاعنا الكل واللي وضحت الرؤيه للناس الكل اللي تابعوا الحلقه هذه نتاع 11 ماي. نفكر لسيادتك المدير المدير الشؤون الاداريه والماليه بالمركز الوطني لتعليم الكبار بارك الله فيك اللي كنت معنا هنا في مع الناس. خليكم انتم معنا مستمعين اي اف ام على خاطر في الجزء الثاني باش نهزوكم التطاوين ومعاناه 300 طالب يوصلوا هنا لهنا كلهم ياخذوا صفر في امتحان على خاطر الحجر الصحي هكا يقولوا لنا وقت اللي يتصلوا بينا. وفي الختام بلديه الكرم زادت تحب على حق الرد بعد تدخل سليم بن عاشور اللي يقول بعد شكايه وبلا بعد ملاحظه ولا بعد حاجه قدمها لهنا في مع الناس شهاده على اللي صاير في الكرم يقع اغلاق الحانوت نتاعو. خليكم معنا تابعوا المواضيع هذه بعد شويه. على اي فهم في الجزء الثاني من حلقتنا اليوم ونمشيو كيف ما قلت لكم التطاوين وين اكثر من 300 طالب يتحصلوا على صفر في الامتحانات في ازاله التطاوين. الحكايه ترجع لفتره الحجر الصحي وقت اللي طلب لقاو رواحهم مجبرين على العوده لديارهم بسبب اغلاق المبيتات والمطعم الجامعي، لكن في نفس الفتره الصعيبه هذيا يتم دعوتهم لاجراء الامتحانات وبسبب الوضع الصحي حسب الشهاده نتاعهم الطلبه يتغيبوا لكن يلقاو رواحهم كلهم عندهم اصفار في الامتحان، زيروات في الامتحانات ووضعيه الحقيقه غريبه برشا يعيشوها الطلبه هذوما. يحكي لنا عليها الطالب خيري بن حموده. يا خيري مرحبا بك. السلام ومرحبا بكم ومرحبا مستمعي ذات اي اف ام. شكرا لك خيري اللي انت موجود معنا لهنا في مع الناس على اي اف ام. الحكايه كيفاش بدات يا خيري؟ على خاطر يقول لك تو انا كي نقرا هكا حتى الاخبار انتوما طلبه وقت اللي يتم استدعاكم للامتحانات لازمكم تجيو باش تعديوا الامتحانات نتاعكم، علاش ما امتثلتوش لهالدعوه هذه؟ نحب نعطي شويه تسلسل الاحداث. يلا تفضل خيري نتبعك. انه كان من اللجنه العلميه اللي مشابهة كورونا انه اعطت الضوء الاخضر انه في الحجر الصحي. باهي خيري باش نطلب منك جوست تقعد في بقعه فيها شويه ريزو باش نجموا نسمعوا الروايه بالكدا ونسمعوا كلماتك الكل بالكدا لو سمحت، على خاطر فما شويه هكا الصوت قاعد يتقطع. باهي ولا فما ريح كنت نجم تدخل المكان ما فيهش برشا ريح قاعد يشوش عليك. نشكرك يا خيري شكرا لك. بحكم اني في مقر الاعتصام. كهو مثال شبت شويه باش توصل صوت الاعتصام. يلا. واضح بارك الله فيك. شكرا لك يا خيري نستمع لك. كما حكيت لكم معنا نحب نرجع لكم شويه الاحداث التالي انه لما اللجنه الوطنيه لمجابهه فيروس كورونا اعطت الضوء الاخضر انه في الحجر الصحي. اعطينا التواريخ يا خيري باش نتبعوا ميك نتبعوا تسلسل الاحداث كما يلزم. التواريخ منذ انعقاد حوالي من قبل رمضان
كيف بالضبط الحق ما قبل رمضان وقت اللي اللجنه الصحيه عطات لي ريكومونداسيون نتاعها جدد لشهر رمضان، دونك وقت انتوما الناس الكل والطلبه الكل في ازاله التطاوين روحتوا للالتزام بالقرارات نتاع اللجنه العلميه. طبعا وقتها نحن كطلبه شفنا روحنا وحياتنا وصحتنا انها على المحك في اللي خير الطلبه، وبعد اجتماع الطلبه كله وكان قرار موحد ما بين الطلبه كلنا احنا في الليزات نحكوا على 470 طالب يعني 300 واكثر من 300 يعني 350 طالب خيروا انهم يرجعوا لبيوتهم ويروحوا خاطر في النهايه كيف خيروا ما بين صحتهم وبين تكوينهم الاكاديمي لقوا انه صحتهم ممكن هي الاهم والتكوين الاكاديمي ينجموا بعد تالي يلقاو فيه طريقه وان ينجموا الدفورات في حين انه كنا نحكي على 100% من الإيزاتات أو 98% من الإيزاتات إنها أجلت، واليوم بعد ما رجعوا نقول لهم لقوا صيغة في المجالس العلمية مع إداراتهم وأنه أجلوا دفاراتهم وأنه وقع احتساب عدد آخر وعادوا عدد دفاراتهم، فقط القتل الشكالية متعلقة بالحزام الثلاثي إنهم مدنين جربة وتطاوين، هذو الثلاثة اللي عانوا من الإشكالية هذية مع تعنت الإداري وتعنت الوزاري وتعنت الإدارة العامة للدراسة التكنولوجية دار العام للدراسات التكنولوجية وقع اسناد 300-0 للطلبة 300-0 للطلبة متاع إزالة التطاوين اللي هو الحقيقة قرار معناتها صعيب برشا ونتصور الحالة اللي فيها 300 طالب هذوما. لكن خليني مثالش نكون محامي الطرف الغير موجود يا خيري باش نعملوا موازنة شوية. يقول لك اليوم صحيح فما لجنة علمية تخرج تعطي لي ريكومونداسيون نتاعها، بعد رئاسة الحكومة تخرج تعطي القرارات اللي لازم الناس الكل تلتزم بها في تواريخ معينة. التواريخ هذه زاد فيها تاريخ العودة للقراية، كل مرة كان فما خط يحكي على نعاودوا كيفاش نرجعوا نقراو، دونك هذايا ينجم يراوه زاد اللي هو عدم التزام من عند الطلبة بالمواعيد هذه. التزمتوا بلي ريكومونداسيون تاع اللجنة العلمية ولي ريكومونداسيون تاع الحكومة وقت اللي عملنا الحجر وما التزمتوش بالعودة، صحيح ولا ما نعرفش نسأل فيك. بالنسبة للعودة هي للإدارة العامة وبالنسبة للوزارة ما عطتش انه حجر صحي بعدين عوده، لا هي بالنسبه للوزاره قالت حجر صحي على الناس، بالنسبه لنا احنا رانا الطلبه موجوده وتعدد دفوراتها، ولكن شنو؟ انه نحن في خصوصيه الجزء نتاعنا في الحي الجامعي بالتطاوين يضم جزء اجزاء جماعيه، جزء جماعيه تشاركوا في معهد واحد، الجزء اللي مقابلنا انه كاداره كامله تفهمت انه اداره كامله يمشي مع بعضهم ويعملوا حجر صحي وين الطلبه كل تروح. دونك هنا نعرف الجزء اللي مقابلنا حتى هو يحمل عدد اكبر من الطلبه، فلذا ثلثي الطلبه المقيمه في المبيت الجامعي هم طلبه المعهد المقابله اللي اجله. احنا نعرف المبيتات تخدم بالنصاب والمطاعم الجامعيه تخدم بالنصاب. اكيد اكيد صحيح هذا صحيح. معين يعني 30-40. بيه خيري انا الحاجه الاكيده اللي باش نقعدوا نعملوها اللي احنا باش نتابعوا الموضوع نتاعكم نشوفوا وين وصل الاعتصام نتاعكم، وخاصه كان فما التغيير زاد مرحبا بكم الاداره نتاع ازاله التطاوين، كان تحبوا تدخلوا معنا في حلقه القادمه من مع الناس نفهموا معاكم اكثر ونشوفوا زاد كان فما حلول اخرى. هذا اللي نتمناه انه الاخبار هذه زاد تحاول تكون جزء من التغيير ولا تحاول تنورنا على هالقرار هذا اللي برشا ناس يراوه ظالم منهم الطلبه هذوما وعائلاتهم اكيد. وكان عندكم انتم ما تقولوا مرحبا بكم، احنا من تطاوين باش نهزوكم للكرم وين زاد عنا حق الرد من بلدية الكرم. مع الناس في الختام بلدية الكرم تطلب حق الرد للتوضيح بعدما قاموا أعوان البلدية البارح بالقوة بغلق محل مواطن مبلغ عن تجاوزات وإخلالات بيئية في المنطقة. نعاود نفكر اللي المبلغ هذا سليم بن عاشور كان اتصل برنامج مع الناس بعث لنا فيديو، الحقيقة هذا يظهر لي ثاني مرة يكون موجود معنا، ويبعث لنا فيديو على حشيكم مصب متاع الزبلة ويوثقوا في وقت ثاني يتدخل نائب رئيس البلدية بحذنا لهنا يقول صحيح المصب موجود، صحيح موجود بحذا المعرض وبحذا المؤسسة التربوية، لكن اليوم مازال معناش الإمكانيات باش نجموا نتدخلوا مع المصب هذايا وراهو قاعدين ندرسوا في الموضوع. من بعد بأيامات سليم يقول اللي سكروا له الحانوت ويرجع تسكير الحانوت في الوقت هذاك بالذات لأنه بلغ على الحاجات هذايا. بعد ما طرحنا هذا الكل في مع الناس سليم وحق الرد نتاع نائب البلدية، وبعد ما خذينا سليم على تسكير الحانوت نتاعو نفكر في حلقة 19 مايا الفيديوهات وصلتنا للأكداس من النفايات وبقايا مواد البناء بجنب زوز مؤسسات تربوية. للتوضيح اليوم معانا رئيس بلدية الكرم سي فتحي العيوني اللي موجود معانا مباشرة. سي فتحي مرحبا بك.
وبك أكثر لله، بارك الله فيكم، شكرا على هذه الاستضافة. شكرا لك أنت اللي موجود معنا باش نفهموا معاك أكثر. سي فتحي الحكاية وما فيها سهلة برشا. سليم يقول لك أنا نبلغ على حاجات اللي ما تعجبنيش في الكرم بما أني أنا ولد الكرم، بلغت لهنا في البرنامج في مع الناس، وريت بقايا نتاع أكداس نفايات بحذا مؤسسة تربوية. الحقيقة نائب رئيس البلدية ما أنكرش هذا على خاطر الفيديو موجودة، قال صحيح راهو موجود، قررنا مش متغافلين عليه، لكن مازال ما عندناش حل فعلي. سليم يتفاجأ بعد نهارين أنه المحل نتاعو تسكر. هالكونكوردونس في الوقت التايمينغ سي فتحي، يقول لك الحاجة مربوطة ببعضها، أنت شنو تعليقك؟ وهنا المفارقة، وبارك الله فيك، شكرا. أنا بالمناسبة نحب نشكر كل اللي تفاعلوا مع النداء اللي قام به المواطن هذايا سليم بن عاشور وكيفية تعاطفهم معاه، ولكن فقط وانا كان جيت بلاصتهم نعمل نفس الشيء، ولكن اليوم مش مكان للعاطفة، اليوم مكان مع العاطفة، فما شوية عقل وفما شوية معقولية باش ما نظلموش الناس وما ديما نحافظوا على كمنسوب الثقة اللي قائم بيناتنا. في البداية المغالطة الأولى وأنه السيد سليم بن عاشور الاسم هذا اللي عندكم تما وذكرتوه قداش من مرة، هذا ما عندناش ضمن وثائقنا الإدارية، ماهوش موجود، يعني لا سكرنا له حانوت، لا هو عنده أصل حانوت في الكرم، هو الحانوت باسم خوه لكن هو العامل فيه. اي حتى نشاط اذا كان عنده، خاطر كلام بالفم سهل، لكن هل قدم لكم وثيقه فيها سليم بن عاشور؟ هو سي فتحي هو نشاط. قال الحانوت باسم خوه اللي كان تابع الوالد وهو يشتغل فيه. موضوع ثاني. اي معناتها هو كان امين وكان صريح البارح ما قالش باسمه. موضوع ثاني باسم خوه، احنا لله ما تماش مكان للمحاباة. هذا خطر انت تستغل سيفتك بحكم تنشط في المجتمع المدني، تصبح اليوم تولي سيف مسلط على قرارات البلدية. علاش مسلط؟ اللي بلغ على حاجة مش ماشية في بقعة يسمى مسلط سي فتحي؟ انا اعطيك الصورة باش توضحي. اولا ساعة باش نديرو متفاهمين، السيد هذا ما عندوش حتى محل وما عنده حتى نشاط تجاري معنا. النقطة الثانية، يا اخي الحانوت يبيع فيه في الكرم معروف يا سي فتحي. يا مدام هذا سي بن عاشور، انا احكيك انا كان فكره سلطه اداريه. السلطه الاداريه اللي عندها جرد كامل لكل الانشطه التجاريه بالمنطقه، ما سماش الاسم تاع سي بن عاشور. الموجود هو سي محمد رشيد بن عاشور اللي هو الاخو نتاعو، حتى علاقه بالسيد هذا. انا نعرف وانا سي محمد رشيد بن عاشور، ركز معايا مليح مدام تثق برك معك، تفضل عندنا دقيقه في كل الاحوال. سي محمد رشيد بن عاشور صدر بحقه قرار بالغلق في 18 نوفمبر 2019، وهذا زاد قاله سليم البارح، قال من 2019 القرار، والإعلان بالقرار صار في 3 ديسمبر 2019 وتأجل تنفيذ القرار 3 مرات. علاش؟ لأنه كل مرة يتقدم المعني بالأمر في رشاد ويقول باش نسوي الوضعية ثاني، سامحوني راني مخالف وراني غلط، وطول المهام بالضبط عاد يقول لك طالب تسويت الوضعية نتاعي. اليوم يا لله احنا اليوم القرار، ثم بعد هذايا من بعد ما نفذنا القرار وقال ما نجمش نسوي الوضعية نتاعي، احنا نفذنا القرار وغلقنا المحل المهنية، وهو مشى حل في تحدي للسلطة ويبيع في تحدي، بعثنا له تنبيه، عملنا له محضر معاينة في 19 ماي وقلنا له يا فلان راك حليت المحل من جديد، بعد نفذ ما عندكش حق، راه فاصل 255 من المجلة الجنائية يعاقب على كل انسان يتحدى السلطة ويتسمى جريمة اسمها جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ. فتجاهل القرار وقعد يمشي وما كانوا مش ملدى. للي حبيت نفسر لك حاجة أخرى باش يقول نوعية المخالفة، أنا بالقطع ظني في المخالفة. اليوم احنا بديت الكرم تعاني من مشكله اللي هي تتمثل، وان بحكم لاسباب تاريخيه وسياسيه نحاولها جزء كبير من حدودها الترابيه، فاصبحت المنطقه الصناعيه تابعه بلديه اخرى. الان بلديه كرم اصبحت تعيش على موارد محليه من عندك التجار والناس السكان يخلصوا الاذان تاعهم. واليوم القانون الجديد نتاع الجماعات المحليه يقول لك انت يلزمك تعيش من الميزانيه اللي تسمى من اذان المنطقه. اليوم المنطقه اذا كان يمتنعوا من خلاص الاداه المحموله عليهم باش تخدم البلديه وباش تخدم، معناتها هذا اللي يفسر انه هل النفايات هذه موجوده على خاطر البلديه ما عندهاش موارد. ما سي فتحي انا ما عنديش وقت، لازمنا ناخذوا نفس الوقت سي فتحي سامحني، اما عندي اخبار او ميم تون، دونك هذا السبب اللي قالوا نائب سيادتك اللي ما فماش موارد باش تنجموا انتم تتدخلوا في الحكايه هذيك، وتقول اللي ما عنده حتى علاقه تبليغ سليم على الحاجه هذه اللي ما عجبتوش بغلق الحانوت اللي يخدم فيها على خاطر المساله من 2019. انت هو السيد هذا سي محمد علاش تكلمنا له؟ عنده مبالغ متراكمه نتاع ديون مش لازم يخلص البلديه.
مش معقول هو ما يخلصش البلدي وانا نرفع له الفضلات ونعطيه الضوء ونعطيه المرافق الأساسية وهو ما يخلصش البلدي. واضح صفاتحي. أعذرني أنا تعديت وقت الأخبار بدقيقتين كاملين وخذينا نفس الوقت متاع حق الرد. شكرا لك على كل اللي أنت كنت موجود معانا. إن شاء الله تكون ضيفي ونحكي وخاطر كيجي ونحكيات من الكرم ماذا بيه تكون موجود على الأقل نستفادوا من الحاجات اللي قلتهم لنا توا. شكرا لك على وجودك معانا واللي أنت طلبت حق الرد اليوم على سليم بن عاشور اللي مفكر الحنوت بتاعه مازال مسكر والمسألة مازالت موجودة بين البلدية وبين سليم وصاحب الحنوت اللي هو الخوم بتاعه. شكرا لكم أنتم اللي كنتم موجودين معانا لهنا في مع الناس. خليكم مع بقية برامجنا. نشكر قبل أسامة صافي في الأعداد، أمنا غرسالة في الإخراج، كل فريق الإخراج الرقمي. في لمن